سمير العقربي من الحاجات اللي يقولوا عليك العباد الناس ليماج نتاعك الوسط الفني الناس اللي يعرفوك اللي يحبوك واللي يكرهوك يقولوا انك مثلا بعد ما انفصلت عن فاضل الجزيري بعد الخدمة خدمتوا مع بعضكم نجحتوا مع بعضكم في أعمال كبيرة ما نجحتش قد نجاحك مع فاضل الجزيري حتى أنه فما شكون كتب فما مقال خرج في إحدى الجرائد يقولوا فيه سمير العقربي سامحني في الكلمة الفاضل من الجزيري يعمل في الفاضل من الجزيري هذا الكلام أنت قلته معايا أنا في حصة قديمة لا كتبته في صريح لا, لا لا أنت وقلته قلته أنت هذايا لا كتبته في صريح وكتبته أما قلته معايا في حصة قديمة في قناة حنبال كانت اسمها عندها 15 سنة كانت اسمها شنو صراحة راح صراحة راح ما نذكرش قلت معك وطلعت يعني قعدت باقي تلكلك في لوبين يلكلك أنت الجواب نتاعك ميسج لا ما تهم يعني طوى معقولة دي تقول فيه خليني ننور لك شوية تفضل الشيء الغامض الغامض في ذهنك أنا بديت موسيقى عام 70 أنا عام 70 كيما هكا اليوم قدام الكاميرا يعني اليوم عندي 51 سنة أنا قدام الكاميرا عام 79 انتدبت كملحن بصفة رسمية في الإذاعة وليت اللحن بصفة رسمية مع فرقة الإذاعة عام ومن بعد انطلقت الأغاني والنجاحات وبرشا نجاحات وعليا ونجات عطية ولطيف عرفي في العهد الذهبي وكيف كيف ولا ولا عدلان ولا شكري والحق والحق وين وعلى بعض ولم يريح وعلى بوزينة توسية وعلى وصونيا مبارك ونردين واضح وعلى بعض بعد جات النشيد اتحاد المغرب العربي مسابقة رسمية ايه مش نقعدوا سمير مش نعطيوا لي ديتاي راو هذه عام 90 ايه الخدمة نختصروا الخدمة على الفن الشعبي نوبة وغيره مع فضل انطلقت فيها انا من عام 86 من 86 انطلقت نخدم على الفن الشعبي توكي ترجع انت لكتاباتك وقتها انت ولا خالد التبربي ولا غيركم تو تلقى كيفاش سمير العقربي لا يلحن في المزود العبوبه وبطل اغاني ولا يلحن العبوبه قد يفركس في الفلوس ولا خاطر هذيك ويبقى انت ديما نفس اللغه نتاعكم الاعلام الاعلام السالب معناتها السلبي معناتها تقصد سالب سالب يسلب في بلاصه يضيف يسلب ماهوش ما تسميه سلبي لا هو سالب معناتها ديما نفس ال ال من بعد 91 خلطت بدات التجربه هذيك فن شعبي اللي جابت لنا النوبه النوبه طبعا خلقت الحاضره ولات ولكن التجربه دامت 5 سنين وكانت ثريه وهائله بعدها هي جات اشياء اخرى ومولاتي جات بعدها حتى ب5 سنين عام سلطان حبك زاده جات بعدها يعني كي نقولوا تحكيوا عن النجاحات يعني انت تتقدم والحضره اهم من سلطان حبك في ذهنيه الناس وبمشاعرهم او اهم من مولاتي الحضره الحضره كتبوا عليها لي سوسيولوج وكتبوا عليها علماء الاجتماع باش ياخذوا الدكتوراه ويقعدوا بطاله بالشارع او باش يمشيوا يقريوا تلامذه ما يعرفوش يقريوا يعني الطريق القصير الطريق القصير لل امور نتاع شعبويه كبيره دقت في الجامعه التونسيه في الفتره ذيك لغه فارغه شو قوم الحل في الحضره شو يفهموا منه هما اش تحل في الحضره مره جابوا لي كتابك يخدموا على الحضره يحكيوا في قصص فارغه يعني
ما سميش تحليل، ما سميش عمق، كلام فارغ. الخدمه اللي صارت في الحاضره هي لما كنتش ليه خلينا نسمعوا، ولكن راي ما هيش اهم مثلا خلينا نشوفوا الشيء اللي صار في اطار مع في او شيء اللي صار مع امينه او شيء اللي صار مع لطيفه او شيء اللي صار مع مثلا الجزيري كشاعر. انا خدمت معاه انا هنيه، المخرج يعتبر شاعر كما كيفو كيف عبد الحميد الربيعي، كما النجاحات هذيك، كما جليدي العويني، كما اي شيء. خلنا نسمعوا فاضل الجزيري شنو قال عليك، خلنا نسمعوا في اطار كلام الناس. فاضل الجزيري شنو قال على سمير العقل؟ فاضل الجزيري كلام الناس، هذاك اسمه ناس، فاضل واحد من الناس تعتبروا ناس انت به، والناس الاخرين انا خلنا نسمعوا. وتعدينا الاعمال اخرى ولا يحس اللي هالمشروع هذا هو اللي هزوا على أكتافه، خلافا للناس خرين اللي خدموا معانا. ولكن هذا مش صحيح، نوبة شيء أكبر مني وأكبر منه وأكبر من كما كل خرافة. سمعتوش النوبة أكبر مني وأكبر من سمير العقربي؟ ماهيش النوبة، ماهيش سمير العقربي. اي وقت اللي نحبوا نسفه، وقت اللي نحبوا يعني الجزيري، حتى حد ما ينجم يشكك في قيمته كاستيت كجمالي، يعني كفنان في الجماليات كان نجم يكون رسام كبير بسهولة تامة، كان ينجم يكون نحات كبير زادة، كان ينجم يكون خياط كبير يعمل كوستيوم ويعمل مكياج، كان ينجم معناتها هذوما حاجات بريع فيهم. الجزيري عنده كوداي رار مع لكن الموسيقى مسألة أخرى، الموسيقى تتبدأ خطيه يعني الموسيقى تتبدأ من الصغرى وتتكون بتري وتمشي وتعقد كيما حتى الاستيتيك راهو تبدأ من الصغرى كل شيء. أما السمع وقت اللي يجي ونخرجوا ألبوم بتاع الحضرة في باريس مع يونيفرسال ويتباع في الفناك وفي غيره ونجي ونلقاو عليه نقراو الجينيريك متاعو نلقاو ميوزيك دو فاضل الجزيري، واحد يقول لها شنو معناتها، وين دخلنا وين وصلنا؟ ميوزيك دو فاضل الجزيري مكتوبة اي فما مشكل في السي دي، معناتها قالك لي الموسيقى نتاعو في الحضرة. طبعا اليوم كي تشد هكايا بالكمشة وبالحكاية هذية بالرخيصة هذية العمليات القذرة يولي النوبة أكبر مني، ومتي طبعا النوبة أكبر منا، شو جبت الصيد من وذنك قلت نوبة، في طبعا النوبة أكبر منا ديما العمل نتاعك إذا نجح طبعا مش يكون أكبر منك، ولكن العمل كي تقده تنزل على النقطة وترجع للستر وبقلب بارد سارد. كي قريت أنها موسيقى فاضل الجزيري موسيقى فاضل الجزيري معناها مستك جرحتك، كنت نجم نقدم قضية كان مستني وجرحت، أما لا ما قدمتش قضية، ما مستنيش وما جرحتنيش، يعني أنه واحد شنو تعتبرها شو اسمها؟ لا شوف شنو اسم هذي شو تسميه؟ الكذب الكذب العادي في برنا اليوم في بلادنا، هيك تشوف فينا اليوم الصاير فينا من برشا كذب عانيوا فيه، هذا هو استشرى فينا الكذب والفساد هذا. سمير العقربي اليوم ثم ناس يشوفوا فيك أو يسمعوا فيك ويسمعوا في رأيك اللي يدل على أنك نوعا ما تعترفش بنجاح عرض الزيارة اللي هو عرض ضخم واللي هو نسى برشا ناس في الحضرة واللي هو عمل نجاح كبير واللي في داخل وخارج تونس، وكأنك تغير من النجاح هذايا ما تستعرفش به، ماذا بك تقزمه، ما تعتبروش نجاح في قيمة الحضرة. تبسيمتك مريبة. شو اسمعني يا سمير، أنا في الفن هذايا أنا ديما نخدم نحط نقطة على السطر ونمشي نعمل عمل آخر،
من الناس اللي يخدموا معايا من يقول شفت الزيارة اسمعني من قلت لك من طبعا تركي الناس كل ماني وغنى في ترودي وغنى وي. في سليم وكل أوليدي اللي قاعدين يخدموا غادي يعني وليديتي أنا تلمرتي اللي أنا جبتهم ودخلتهم في الميدان هذا مش اللي لقيتهم لا وليدك ماكش مستعمرهم اللي أنا أوجدتهم تكره الاستعمار مش بتاعك معناها ماكش تملكهم حياتهم كامل أنا لن نستغلهم في أعراب أعطيني اسمع لنستغلهم أكثر من لازم الأمور تمشي أي. في اتجاه جات مشيت الحضرة جات الزيارة لا جات زردة وجات حضرة ولاد تونس وجات حضرة المستير لا ولكن الزيارة حاجة مستوى وجات آخر. الأخرى وجات الزيارة لا الزيارة الزيارة وجاءوا الأخرين ولاد القروان وجات حضرة وجات واحدة أخرى عاملينها جماعة يتبعوا النهضة الزيارة أكثر. الزيارة مع فرقة الإذاعة ونبيل زم أعطيني العرض اللي ماكل الدنيا هذا الكل التقليد هذا الكل يقلد في الحضرة موقع ولا طبيعي عمرها 30 سنة طبيعي باش يقلدوها الناس ولكن يا سمير قلد مثالش باش تجي تلعب مس التراث وقت اللي باش تخدم على تراث انت باش تخدم تمشي للتراث الارث نتاع الناس الكل ومن فضلك ما عادش تقول عباد راني نكره بتلي واحد يخرج من فمه كلمه عباد رانا ناس حنا ماناش عباد باه واضح مالا لا باش تخدم خدمه نتاع الناس للناس ايه انت باش تفهم ارث الناس اللي سبقوك انت وينو الجره نتاعك توا برنامجك اسمه هل تجرؤ هل تجرؤ شو معناتها يجرؤ يعني اللي يجرؤ يخلف جرة راو شو معناتها هو ما مش يخلف جرة انت الجرة بتاعك ويني باش تنجم تخدم على جرة غيرك انت قبل هذيا ما تخدم على جرة غيرك وين الاثر وينو الاثر بتاعك ولكن ما تحط زرعك انت عطيه اي مازال هذيك البدايه نتاعو كانت بدايه كبيره بدايه قويه سنة. لا. بدايه سنة. ناجحه التقليد ديما 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 ناجح ولكن تو قداش من عام عندها شنو علامات التقليد سنة. شنو علامات التقليد في الزياره علاش هذيك مش تقل أيه. انا نعتبر انه مش تقليد هذا كيف ونعتبر حاجه جديده ما سماش عمرها ما صارت حاجه ما تشبه لحد شيء نعتبر لي حاجه شيء. ابداع لا ابداع سحري خلاب راقي بهيج منير شكير تحب هذا تفرجت انت فيها بي طبعا كي الناس كل ما تعرف ما عجبتكش ما شختش ما تنجمش تعجبني لانها ضعيفه لانها باهته لانها بالهاء